يا صباح الخير عليكم مشاهدين قناة زاغروس الفضائية، صباح الخير عليكم زملائي الموجودين بالاستديو. استطلاعنا لهذا اليوم يقول: هل كلمة آسف تنسيك الزعل؟ هل مستعد تسامح؟ خليكم متواجدين ويانا. هل كلمة آسف تنسيك الزعل؟ وهل مستعد تسامح؟ هو أكيد المسامح كريم، كلمة حلوة طيبة يعني، بس أكو أمور يعني واحد صعب إنه يسامح بيها، يعني تكون يعني خاصة كلش مثلاً، أو أمور أو سوالف غدر أو خيانة، مستحيل واحد يقدر يسامح بيها. بس أما واحد تعتمد هي على طيبة قلبه ورحمته، أكيد يعني كلمة حلوة مرات يعني تجبر خاطر كلش كبير. وأني يعني مرات هم يصير وياي ظروف وزعلي يطول سنين يعني، ومجرد شوفه ابتسامه واحده قبل اسامحه. هل كلمه اسف تنسيك الزعل؟ هل مستعد تسامح؟ والله هو حسب الموقف يعني، اذا كان الشخص يعني عزيز عليك وتوده ما يعني ما تحتاج اصلا كلمه اسف، ممكن ابتسامه تكفي. يعني ما اتصور يعني حتى يحتاج كلمه اسف، بس اكيد هي تنسي الزعل، بس هو قلت لك حسب الموقف. يعني ممكن اكو اشخاص يعني مجرد ما يسلم عليك انت تنغث من عنده اصلا، لان هو صورة التركيبة مالته والستايل مالته والكذا هو أصلاً مستفز، فما ممكن هذا حتى إذا يرجع يقول لك 100 مرة آسف ما ممكن تسامحه. هل كلمة آسف تنسيك الزعل؟ هل أنت مستعد تسامح؟ السماح شيء مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى هو المسامح، والمسامح كريم، والله هو الكريم الرحيم، فلازم إحنا نكون مسامحين. إحنا بشر مو وحوش، هسه مرات تشوف بعض الحيوانات تتراحم بيناتها، كيف احنا البشر؟ هل كلمة آسف تنسيك الزعل؟ هل أنت مستعد تسامح؟ طبعاً كلمة آسف أكثر من كافية، وإنما مو فقط كافية، أكثر من كافية، لأن هي اعتراف من الشخص المقابل أو من الجهة المقابلة بذنبه، وهو هذا المطلوب من كلمة آسف، أنه دي يعترف بذنبه أو دي يعترف بالشيء اللي اقترفه أنه غلط، فأكثر من كافي. ولازم إحنا بيناتنا لازم يعني بين الناس أو بين الأقارب أو بين المعارف أو حتى بين أقرب الخصوصيات اللي هي الزوج والزوجة أو الأخ والأخ وأخوه، لازم تكون مسامحة، لأن بدون المسامحة تصير مشاكل كبيرة صراحة. يعني أنا مو كل شيء سامح، مرات الإنسان يكون غلطان بحقك هواي، يعني مو ذيك يقول لك آسف بسهولة تسامحه، صح لا؟ اكو مواضيع بسيطة، هاي المواضيع نقدر يعني بكلمة آسف نقدر نسامح بها، صح لا؟ مثل كسر الخواطر، يجي على واحد كسر خاطري ويقول لي آسف وهاي أسامحه؟ لا مستحيل، مو صحيح؟ اكو شغلات بسيطة نسامح عليها، اكو شغلات صعبة ما نقدر نسامح عليها. هل كلمة آسف تنسيك الزعل؟ هل أنت مستعد تسامح؟ لا، هي كلمة آسف يعني بتنسيك الزعل، لازم أنت يثبت لك إنه هو يعني صدق متندم على الموقف واللي سواه بيك، وإنه يلا عاود يثبت لك إنه صدق نساك الزعل اللي سواه. ويعني العفو عند المقدرة، يعني حسب الموقف، لو موقف كان بسيط تقدر تسامح عليه وهذا، أما لو موقف كان معقد لا، لازم هو يثبت لك إنه تندم وصدق يعني هذا متندم من هذا الموقف اللي سواه، يلا تسامحه يعني. كان اذا واحد غلطان بحقي حسب انه هو ما عسته وياي وشنو المواقف اللي وياي وحسب خطا اول وتالي. يعني انا اذا ما قبلت الاعتذار مو شيء غلط، مو شيء غلط اذا ما قبلت الاعتذار وياي. بعد انا اكو ناس لحد هسه يعني زعلانين علي وهاي وما قبلوا اعتذار، رغم اكثر من مره اعتذرت وهاي، بس ما فاق صراحه. هي كلمه اسف مثل جام المكسوره تخلع عليها لزقه، هي الفكره مو بالاسف، الفكره انه انت يعني تجبر خاطر الانسان اللي أذيته مثلا سواء بكلامك او بتصرفك الى اخره. مستعد اسامح حسب الشخص المقابل، يعني اذا كان الشيء اللي كسرني بي كلش غالي، يعني اذا شخص غالي علي اكيد اسامحه، يعني عادي ولازم التسامح موجود، يعني عادي طبيعي. والله هي كلمه اسف اول شيء يعني هي جمله حلوه، ودائما تعتمد على الشخص المقابلك، اذا شخص المقابلك انت تعزه وما تريد تخسره، فإذا قال لك آسف عادي يروح كل زعل، بس إذا الشخص المقابل لك أنت ما تعزه وسوى وياك في موقف معين، كلمة الأسف ما راح تنسيك صراحة يعني.
والله يا صديقي كلمة الآسف يعجز اللسان عن وصفها. أنا مو أي شخص إنه يقول له آسف، حكم مواقف إنه حتى ما تقول له، ما تقدر إنه يقول له آسف، يعني مسويك موقف يعني صعب إنه تفاهموا يا الموضوع. بس أقول لهم يعني كلمة واحدة، اتركهم للزمن،